هذا سائل يقول: أحد الدعاة في فرنسا يقول أحد الدعاة في فرنسا يقول الدعوة إلى التوحيد بدعة، كيف نرد على ذلك؟ إذا كانت الدعوة إلى التوحيد بدعة، يعني الرسول مبتدع يوم يدعو إلى التوحيد، نوح عليه السلام وكذلك من جاء بعده يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا مبتدع، هذا ما يدري ما يقول، نسأل الله العافية. نعم.